نروح نشوف التقرير ده مع بعض مع لاعبي فريق 2006، بعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في حواري مع ضيفي كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2006. طبعا ثقه كبيره، بشكر في مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، بشكر لجنه التخطيط، بشكر كابتن خالد بيبو ومستر مايكل. الحمد لله رب العالمين، ثقه كبيره، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون قد الثقه دي، نقدر نعمل حاجه للنادي الاهلي، نقدر نطلع جيل كويس يمثل النادي الاهلي ويكون جدير بتمثيل النادي الاهلي. شرف ليا طبعا وجود ضمن قطاع الناشئين، شرف ليا ان انا اقدر اعمل حاجه للنادي الاهلي، شرف ليا ان انا ارد الجميل للنادي الاهلي، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه السنه دي كويسه باذن الله.